والله زي ما انت شايف احنا الوضع يعني تفاجئنا بيرنوا علينا اخلوا بيوتكم اخلوا دوركم اخلوا يعني مش عارف احنا سالمين مؤيدين قاعدين في بيوتنا ما عندنا دعوه في اي شغله اللي بقول لك اخلي بيتك طورا انا مش عارف ايش اللي صار فينا يعني مو فجأة لشيء مش عارف ايش اقول لك انا